اغتنم هذه الفرصة تاع حضوركم نحتكم وبإلحاح باش تخلقوا النقابة تاعكم. محتاجين نقابة قوية تاع الصحفيين، ومحتاجين هيئة عليا قوية للأخلاقيات المهنة. لما نكون عندنا هذ الهيئتين ونساعدها ونقويها، الصحفي ما عنده ما يتعامل ما لا مع العدالة ولا مع غير العدالة ولا مع الأمور السياسية. الهيئات هذو هما أولى بتقييم وتقويم وإنذار ولا إعذار ولا الصحفي. تفضلوا، قلنا أنا ماذا بيا نوصلوا الجزائر توصل المستوى أن الصحفي ما عنده حتى دخل مع العدالة، أمور تبقى مهنية داخل الصحافة، الخفايا عارفينها، يعني التركيز على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة، وافتراء على الجزائر. احنا نعتقد وقلتها مرارا وتكرارا، أولا الجزائر عندها ثقة في أبنائها أغلبهم، لما نقولش الكل. ثانيا لما نشوف الزخم نتاع الجرائد المكتوبة اللي موجودة في الجزائر ماهيش موجودة في مكان آخر ما عدا الدول ربما الراقية. تجاوزنا الحد نتاع 180 جريدة مكتوبة، 35 جريدة إلكترونية، 20 تلفزيون تاع خواص، زايد تلفزيونات نتاع الدولة.